1, 2, 1, 2. شنو تحب اسوي؟ مشنو خشين جويد؟ اش تحب انت؟ اسوي منين سعد عليك؟ مسد بوزيد. هو مسد بوزيد. اي وشنو الاسوي؟ فما من مليون وفما ب 900 وفما ب 800 وفما 550 اللي يحب الشيرة حتى المعيد براشن فما اللي يحب. تحس ان الاسوي غالية صدق؟ خويا غالب تبيع الحمرة واللحم ب 40 و 42 الف الحم علوش الجويد معناه وخاصة تكر معناه تجي تو تجي هذا تقول له مثلا كيما هذا ما شاء الله كيما هذا تقول له مليون ولا مليون خمسين نذبحوا في المزرعة تو مثلا لمهم الفلوس مرتاحين معنا تو هاو يجيني واحد مثلا زازا يجيني يقول لي نحب الحم يختار علوش نذبحه ولا ميزي ولا مدلي خير هذاك تو تسمى غالي هكا ما تسماش غالي راه تو كيما هذا علوش اللهم سمع النبي كيما هكا كيما هكا علوش اتفضل ولا كيما هذا ما اتفضل كما هذا جيت تقول ب 1100 غالي ياسر موش غالي ظهر اما اخويا الله غالب تو معناها كي عام الاول هذاك مثلا عام الاول يعمل 900 زاد حكايه بسيد حكايه 200000 150000 عام الاول مثلا الحمام نبيع فيه ب 27000 في المصدر سنه ب 40 42000 العلوش بتاع عام الاول اللي كان عام الاول اي فور اكزامبل يعني ب 500 سنه في حدود ال 800 لا 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 زياده بتاع 800 اه نريد العلوش تاع 500 عام الاول اه علوش كيما هكا علوش كيما هكا عملوه يعمل 500 هكا هذا مثلا علوش عملوه يعمل 500 تو يعمل 650 كيما هكا مثلا تو كيما هكا علوش كيما هكا عملوه يعمل حكايه 400 450 اسنا يعمل 550 زاد 150 200000 راه مش ياسر مثلا كيما هذا هذاك 600 هذاك هذاك ما ماشي زيادة ياسر 100000 150000 راه ملي بابا انا قلت 30000 راه انت فلاح ولا قرشان؟ ني هذا من مربي من الوالد يعني فلاح فلاح هاي وعندي مصدره وعندي كل شيء نخت يعني حب السعر وعلى الغلاء هذا تو بالك انت فلاح وتبيع بالاسوام هذا يعني اذا كان مش يتعدى القرشان يعني قديش باش يزيد فيها اقل حاجه باش يزيد فيها اقل حاجه يعني 100 دينار نزيد المواطن البسيط يعني اللي ما عندوش وانت تعرف التونسي لازم يعيط تو ياخذ قرض لازم يعيط عايد تو مثلا بسيط معناها ما عندهاش دخل مثلا علوش هذا يزي ولا تو علوش الناس ما تحمدش ربي تو تقول لك انا نحب هذا مثلا تو علاش ما عندكش مثلا دخل فلوس ولا حاجه تنجم تاخذ علوش هذا معناها الله غالب كل عام وقص العباد لا تحب تاخذ الكبير وتحب تاخذ رخيص مثلا تجي تقول له علوش كيما هذا مثلا يقول لك 850 800 بعينيه عايد بعينيه معناها عايد بعيني وبرا التونسي معنا تونسي شبيه سامحني عايد بعيني وبرا التونسي معنا تو مثلا واحد ما يجمش مثلا شهري ب 800 يجم ياخذ علوش 550 علاش تمشي تعايد علوش ب 1100 مليون 50 بعد تجي تقول هذا غالي ما يجمش معنا عندي سؤال اخر بالله بالنسبه للبرشني وكل شيء ضحي ولا لا وهي تو فما عباد تاخذ برشني تلقى مريض بالكوليسترول دم ولا حاجه تاخذ برش ضحي يعني ضحي علي عاد فما عباد تاع البرشني هذاك تو مثلا هذاك ب 300 هاو هاو هذاك برشني هذاك مثلا ب 300 هذاك هاو هذاك الابيض هذاك هذا ب 350 هذا ب 300 يعني يحب يقول هي ضحيه ضحيه لوجه الله يعني حتى برشني نجم يعيد لا نجم يعيد ظهر لي نجم يعيد برشني عاد معناها هي برشني علوش يعيد كل شيء يعيد عادي راه برشني ولا علوش يعيد عاد ها انا عندي تو مثلا هاني السلعة اخرى هذيك ب 800 ب 750 ها هذيك السلعة ب 750 هاي شوف هذا نتاع 750 800 مثلا تو فما عباد تو كليونت عندي مثلا ياخذ لك مثلا يخلص ب 900 مليون مثلا يجي ياخذ لك مثلا علوش ب 1200 يكتب لي الشيك من بعد العيد
بجمع بعشر ايام معنا تبيع بالشيكات. اي نجم بيع بالشيكات معنا. طو فما عباد كليونات عندي مثلا في مصدر يجي نقول يا اخويا الله غالب عجبني هذاك نقول له متسير اكتب لي الشيك بعد العيد بعشر ايام بنص شهر معنا عاد شيكات عادي ما جمش نصبر عليه عادي معنا. فما كليونات ياخذوا يخلصوا كان بعد العيد. هاي نص ايش عندك انت منتصف المناصب العام؟ عندي طو عندي حكايه خمس سنين هذه كنت ناصب غادي هون وهنا أنا أول عام غادي نصب أربع سنين. قديش عندك في المكان هذا ما في نتظم قديش عندك؟ عندي 20 يوم اليوم 20 يوم. فما أخبار من المواطنين؟ فم مش قول ما فمش فم رغم الغلاء فم أسعار. فم لا لا فم فالتوانسة مع العيد ما يلعبوش راه يسلف ويعملوا أي حاجة مهم يعيدوا راه فماش هذه يتصرف لك كل شيء مو يعيد لك علوش يجيب علوش يعيد عاد مو العيد هذا ولا كل شيء الناس في العيد تاخذوا عادي معنا فماش تو الناس تقول فما زواولة فماش تو ترى عيد ولا حاجة راه ما فماش راه الناس ما شاء الله تاخذ راي علوش تو يجي ها خويا انا ها عادي تنقول مغادي تمشي كل اربع ايام هذا استنى استنى خلي الخشين ما شاء الله سامحني ياخذ واحد شويه ياخذ ما عندك العلوش آه. يخلي لك حق حالفته حتى ما يعطينيش قول لي لا تو نقول 2500 3000 النهار ما يعطينيش تو مثلا نقول 1100 يقول لي 1100 ولا 1000 دبر راس الترسين لازم نبيع معنا تبقى تزيد تصرف عليه يزيد نصرف عليه يزيد نصرف عليه تو نقول اعطيني حق 1000 لا يقول لي ما عنديش وهذاك هو وعندي كان هذاك وعندي كان هذاك لازم تلز ناخذ معنا وانا نخليه العلوش تو معنا هي تو تحسبها هي ساعات ماذا هو قاعد واكل واكل معنا تو ما زيج علوش كما هذا العلوش يومي انا يومي هكا 4000 5000 اللي عندي سؤال اه انت في الظروف هذه الصعبه في تاع البلاد اه. وغلاء المعيشه وما تبعها فهمتني وغلاء الاسعار بتاع الاضحيه وانت هك فلاح وتربى اه. انت مش تضحي مش تضحي مش نقول لك نضحي مالش يعني لبس عليك انت. مش لبس علي اما انا تو عندي مثلا عندي عائله مثلا وعندي لازم نضحي لها ما نجمش ما نضحيش راه ما فماش حتى تونس مش مضحي السنه راه تو فما عبيد تجي مثلا تختارك علوش مثلا كيما هك تجي نهار العيد تذبحوا وتاخذوا اللحم يخليها عندك اي يجي نهار العيد ياخذوا اللحم عادي ما فهم يجي نهار العيد ياخذوا اللحم ياخذوا اللحم عادي العلوش وفما حدش كون ما فماش راني كل الضحي راي على خاطر صغار راهو يتسلف يعمل كل شيء مو يجيب علوش يضحي راه فما حد ما يضحيش راه بلي سؤال اخير يعني تفضل سؤال اخير تفضل تعتبر من هذه المنطقه اي مالك ثم برشا عباد تشتكي من حاجه اسمها سرقه اي شو انتم من هنا يا اخي ولا احنا تو هنا معنا على السلسله راه في الليل تقريبا اربع من الناس مثلا تو هذا وانا عندي ثلاثه معنا يخدموا كان بالليل مثلا هذا يخدم بالليل مثلا وعندي زوز اخرين يخدموا بالليل مثلا كيما هذا اللي ما يرقدش النوم مثلا ما يرقدش النوم تو معناها تغف عينك شويه راه معناها على الكياس راه يجم ينقص يزك على اللوز زوز راه فما السرقه ياسر معناها هنا تو معناها كما تحلش عينيك وتو عندي كاميرات مثلا في المصدر هاولي غادي في المصدر يجبدوا لهنا معناها علاش اني عملت هنا خاطر كاميرات معناها انت من اسيرين المنطقه هذه اي لما صارت كل حاجه هكا سرقه والله لا بريسك كنترول ديما معناها ما تخلوش السلعه وحده معناها ديما كنترول ما لازمك ديما عينيك محلوله معناها خطر على الكياس و على الكياس لازمك ديما معناها عينيك محلوله هذاك ديما كنترول ديما موجود اما برشا موجوده السرقه في المنطقه برشا من باب الطرفه صارت لك شي حاجه هكا تضحك على هذا الشيء شفت بيها ديكار استنى تذكرني اي فما تو مثلا
جاني مثلا سيد مش هي مثلا حاجه سيد قال لي هذاك قديش مثلا قلت له ب 11%. قال لي اخويا ازهو بالميزان اللي يجي يجي. قلت له الله يبارك اللي يجي يجي ذكرت اللي يجي يجي. مشيت وزنته له على الميزان بس كل جاب 12%. قال لي لا كما قلت لي انت ب 11%. بعد فاهم يا ودي بالله انا فما انا يا عبد كان في شكك يعني يا عندك الساعه تو مثلا يجيك واحد مثلا يقول هذاك ب 11%. يقول لك اخويا وزنهولي كيلو ب 20,000 تو اللي يجيب هذاك هو لا تفهمتني وياك اللي يجيب هذاك لا يقول لك لا السوم الاولاني هذاك هو السوم هذاك هذاك هو هذاك هو اخويا ربي يجيب القسم والناس صادفتش انه لهنا يمروا عليك عباد من ليبيا يهزوا علينا الشاي من ليبيا ما تو لهنا لا لا ما فماش من اما وصفان فهم الوصفان ياخذوا اي الوصفان هنا ياخذوا ياسر ياسر علوش هنا ناس يعني تو مثلا نخدم مطعم هنا اقسم بالله اقسم بالله يجي يفطرك مليون ونص 10 من الناس يفطرك مليون ونص عادي وصفان اي والله في الجمعه يجوا مرتين ثلاث برشا خذوا في برشا تو مثلا كيما هذاك لك على واخذوا سيف هذاك بالقرون هذاك والله مليون و200 هذاك مليون و200 واخذوا سيف هذاك فما علوش فما ثلاث اربع ما واخذين وصفان انا تو مثلا كل جمعه يجوا ياخذوا علوش راه ياخذوا بالبي بالبي راهم يصرفوا معناها يصرفوا بالبي.